أول سؤال معانا، إيه هو سر تأجيل مباراة نادي الزمالك مع بطل الصومال لمدة 24 ساعة؟ فاستفسر مسؤول نادي الزمالك عن سبب تأجيل مباراة الفريق أمام ديكاداها من الجمعة إن هي تكون يوم السبت اللي جاي، وجي رد المسؤولين بأن السبب هو إقامة مباراة النادي الأهلي مع فريق اطلع بره يوم الجمعة وعلى نفس الملعب ملعب برج العرب، فعشان كده هيتم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة. فهنتابع مباراة الأهلي يوم الجمعة، وإن شاء الله نادي الزمالك مباراته هتكون يوم السبت، وإن شاء الله الناديين يكونوا موفقين. أكيد طبعا كل التوفيق سواء للنادي الأهلي أو نادي الزمالك.